التعافى من الم الغضب الغضب آه الانجر أيوة الزعل ايوه وده من اخطر المشاعر اللي البني ادمين بيسيبوا نفسهم عايشين ويحطوا تايتلز آه انا من اسره اصلا عصبيه اصلا انا بابايا دايما كان مش عارف بيعمل ايه ده مش أيوة. مبرر ده أيوة. مش مبرر انت تقدر تتغير انت بتضيع على نفسك فرص كتير وعلاقات كتير وسعاده كتيره وناس حلوه كتيره انت بتضيع كل ده بسبب العصبيه yes. يس فده كان مهم قوي الفصل ده علشان يقول للناس تعالوا تعالوا ندور مفيش حاجه اسمها انا غضبان للغضب لا انا من الناس المؤمنه ان الغضب شعور تحته مشاعر اخرى مم. يعني مفيش حاجه اسمها الشخص ده غضبان للغضب لا خالص الشخص ده غضبان لانه مكتئب لانه حزين، لانه أوه. عنده صدمه، كاتل لانه مشاكل عنده مشاكل كتيره ممكن مش بيعبر عنها ممكن شعور من بالزبط. فلازم هنا في الكتاب بعلم القارئ ازاي يدور على الجذور م. ما هي جذور غضبك؟ م. لو سمحت تعالى واجهها وبديله شويه تكنيكس يعني انت النهارده عرفت عرفت الجذور بتاعت غضبك وعرفت لازم تبقى عارف بقى ازاي تتعامل معاها